مكونات هذه الوجبات كان من المحتمل أن ينتهي مصيرها إلى القمامة، لكن مطعم روب أند ستوب في كوبنهاجن يقوم بإعداد وجبات في مطبخه من منتوجات كان المزارعون وأصحاب المتاجر سيتخلصون منها. الطاهي جريمست روب يجمد هنا بقايا الخضار للحفاظ عليها وبتحويل الفواكه إلى صلصة كي لا تذهب سدى. كل المكونات التي تدخل هنا ليست سيئة في الحقيقة، هي مجرد ما تبقى لدينا مما لا يرغب المستهلكون في شرائه. يقع المطعم في وسط ثقافي في قلب الحي القديم من كوبنهاجن. هذا المبنى الذي يصل عمره إلى 300 عام هو من أقدم المباني في المدينة. أكثر من 100 متطوع هنا تنازلوا عن أجورهم، وواحدة من هؤلاء هي إليزابيث. يراودني الشعور بأن الناس يتحدثون كثيراً، لذا جميل أن يكون لديك ما تفعله. للتو وصلت هذه البطاطا الدنماركية التقليدية التي تمتاز بحجمها الكبير، مما يصعب على المزارعين إمكانية تسويقها. 40% مما يرد المطعم هي من التبرعات، والباقي يتم شراؤه، وهو يجعل قائمة الطعام متجددة يومياً. أردت إعداد فوكاتشا لأن لدي فائضاً من الصلصة هنا. الوجبة الرئيسية اليوم هي المحار مع شرائح البطاطا المقلية. في العادة نقوم بتحضير وجبة ما تحتاج إلى مكونات معينة. تكون لدينا مثلا فكرة لتحضير وجبة من البطاطا أو المحار، وقد نضطر إلى ابتكار وصفة جديدة لعدم توفر بعض مكوناتها، مما يجعلنا نستبدلها بمكونات أخرى. عام 2013 أسست مجموعة من الأصدقاء المطعم برأس مال مقداره 1200 يورو فقط، وكان هدفهم فعل شيء إزاء إهدار الأطعمة. صوفي هي واحدة من المؤسسين وتقول إن ثلث الإنتاج العالمي من الطعام يتم التخلص منه. البعض منا عمل في المطاعم عندما كنا أصغر سنا، ورأينا بأم أعيننا كمية الأطعمة التي تهدر، لذا تشاورنا فيما بيننا حول إمكانية جمع تلك الأطعمة والاستفادة منها قبل أن ينتهي بها الأمر في القمامة. حاليا يقوم الكثير من الباعة بإبلاغ المطعم عن الفائض لديهم. اليوم سيقوم صاحب مقهى بإحضار حبوب قهوة طازجة بنفسه لأنه لا يجد استخداماً لها. أجد مسعاهم طيباً، ومن الجيد التبرع لهم. المطاعم الأخرى تلقفت فكرة روب أند ستوب، مثل مطعم إنستوك في أمستردام الذي افتتح في الصيف الماضي، وأصبح هناك الكثير من المطاعم والمقاهي حول العالم التي تحول بقايا مكونات الطعام إلى وجبات شهية. ذروة عمل المطعم في المساء، المقبلات هي رقائق خبز محمصة نظراً لتوفر خبز كثير متبرع به. بديل آخر هو خبز الفوكاتشا، وذلك مع بيستو البقدونس. الأطباق الرئيسية منخفضة أسعارها نسبياً، وهو ما يجعل المطعم يلقى إقبالاً كبيراً من الزوار، من بينهم سياسيون وسياح وطلاب. كان لذيذاً. حين أشبع يكون شعوري جيداً بتوفير طعام كثير كان سيتخلص منه. يعمد المطعم إلى تقديم وجبات صغيرة هنا، ومن يريد المزيد بعد ذلك يحصل عليه مجاناً. لطالما نقول لأنفسنا إن إغلاقنا للمطعم سيكون نجاحاً لنا إن كان سببه عدم توفر بقايا طعام زائد. حتى الآن لا يبدو ذلك ممكناً، وإلى أن يحقق المطعم هدفه فسيستمر بتقديم طعام شهي لهدف نبيل بالتبرع بالعائدات.